بعد نسيب هذا الموضوع ونخش على موضوع اخر، موضوع منتخبنا الوطني. هو ايه اللي بيحصل من الجهاز الفني للمنتخب الوطني؟ الحقيقه حاجه صعبه جدا جدا، ان حضرتك يعني هناك علامات استفهام على اشتراك بعض اللاعبين في التشكيله الاساسيه لمنتخبنا الوطني النهارده. لاعبين الحقيقه، لاعب جاي من الساحل جاي يلعب، ولاعيب اخر ما بيلعبش في ناديه وبيلعب. حاجات غريبه جدا بيعملها الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني. الحقيقه عندنا وقت ان احنا ننتقد عشان الصالح العام، ننتقد علشان الصالح العام، ولكن احنا لا ننتقد لاي شيء. ان يظهر المنتخب بهذا الشكل الباهت جدا في الاداء سواء في الملعب او حتى خارج الملعب. انتوا لو حضراتكم تاخدوا بالكم، يمكن ناخد بالنا احنا من هذه الامور، ان في هرج ومرج بيحصل حتى خارج الملعب. انت النهارده لما اتطرد منك لاعب ولما اللاعب ده اتطرد، خش على السوشيال ميديا وشوف ان الناس كلها مبسوطه. تخيل ان الناس كلها مبسوطه ان في لاعب اتطرد من منتخب مصر لانه لم يكن له دور. فالواحد شايف النهارده حاجات غريبه جدا. معلش النهارده الواحد متنرفز بسبب سوء اداء منتخبنا الوطني. هو بالمنظر ده لولا التبديلات اللي حصلت ولولا نزول مصطفى محمد اللي انقذ كابتن حسام البدري والجهاز الفني، اعتقد ان كان هناك هيبقى قرار مهم للجنه الثلاثيه، لانه محمد شريف طلع حط الكره لمصطفى محمد، حطها من فوق حارس المرمى وكملها هدف التعادل، اللي لو لم يكن جاء هذا الهدف كان هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا جدا. انا الحقيقه مش متصور ان يكون ده شكل اداء منتخبنا الوطني. عندك مجموعه لعيبه كويسين. الغريبه بالنسبه لي، وانا هسال فين جمله اللي هيكونوا معانا في الجزء الثاني من هذه الحلقه، هسالهم على هذا الامر، هو هل هناك علامات استفهام معينه على بعض اللاعبين اللي موجودين في التشكيله الاساسيه او التشكيله الرئيسيه للعبه النهارده؟ هل كان من الممكن ان يتم اختيار لاعبين اخرين يستفيد منهم منتخب مصر خلال الفتره الماتشين اللي فاتوا؟ حاجه غريبه جدا. الاعب باهر المحمدي كباك رايت، وجهه نظري انا بقى الشخصيه، الاعب باهر المحمدي باك رايت في المباراه الاولى اللي انا محتاج ان انا هاجم فيها، وفي المباراه الثانيه اللي محتاج ان انا دافع بيها اجيب احمد توفيق اللي بقاله فتره طويله قاعد في اجازه. طب ما لاعب باهر المحمدي اللي لسه لاعب. يعني الحقيقه حاجات غريبه جدا بتحصل في منتخبنا الوطني، وللاسف الشديد للاسف الشديد بهذا الشكل وبهذا المنظر لن نصل حتى الى الادوار الاقصائيه اللي هتبقى في مارس ان شاء الله. لسه عندنا مباراتين، وبعد كده مباراتين في شهر 10 ومباراتين تانيين في شهر 11. يعني بهذا الشكل وبهذا المنظر لا، عندنا مشكله كبيره جدا 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 جدا. احنا لولا تالق محمد الشناوي شال هدف في الشوط الاول وهدف في الشوط الثاني، كانت النتيجه هتبقى فضيحه لمنتخبنا الوطني. للاسف الشديد هناك علامات استفهام كثيره جدا، على الرغم من هدف التعادل وعلى الرغم من اجراء التبديلات، ولكن ان يظهر المنتخب بهذا الشكل لا، عندنا مشكله كبيره جدا 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 يجب ان يتم حلها خلال الفتره اللي جايه، لان الكابتن حسام البدري مطالب، عنده سكواد رائع الحقيقه، مجموعه لاعبين جيدين جدا، ولكن بنفاجأ بتشكيلة غريبة جدا في وجهة نظري. وهسأل برضو ضيوفي إن شاء الله اللي في الفقرة الأخيرة، هل التشكيل ده مناسب؟ هل كان في الإمكان أفضل من مكان؟ هل ممكن كنا نجيب لعيبة تانية؟ لأنه في لعيبة بقول لحضراتكم جم من بيتهم للمنتخب ولعبوا، وفي لعيبة دون المستوى تماما، ما ينفعش تلعب في منتخب مصر، ما ينفعش. والكلام ده على فكرة احنا مش قلناه النهاردة، احنا قلناه من قبل كده. هل اللعيب لمجرد ان هو قريب من لعيب اخر يبقى يجي يبقى موجود في المنتخب ويلعب؟ لا يا جماعه، الكلام منتخب مصر اكبر من هذا الكلام، منتخب مصر اكبر من كده بكتير قوي قوي قوي. عندنا ماتشات ممكن جدا ان شاء الله الفتره اللي جايه يتم التعديل ويتم التعديل الاوضاع، لانه احنا عندنا منتخب قوي، منتخب جيد، عندنا اسماء لاعبين جيدين، سواء لعيبه الاهلي او لعيبه الزمالك او لعيبه الاسماعيلي او لعيبه بيراميدز، كلهم لاعبين جيدين، ولكن كيفيه الاختيار بقى خلال الفتره اللي جايه. صعب جدا جدا اللي احنا شفناه النهارده، احنا اسفين جدا، انا اسف جدا، لان الواحد من جواه مغلول جدا من شكل واداء منتخبنا الوطني النهارده.
حاجه تدعو للزعل، مش هقدر اقول اكتر من كده، حاجه تدعو للزعل. يا جماعه اللي بيحصل مع منتخبنا الوطني ده شيء غريب جدا جدا جدا، يجب على الجهاز الفني ان هو يعيد استثمار اللاعبين في الملعب خلال الفتره اللي جايه بطريقه او باخرى، لكن بهذا الشكل وبهذا المنظر ولاعيبه تجيبها على حساب لاعيبه تانية، ومش هقول من لاعيبه من الاهلي عشان ما اقولكش انت في قناه الاهلي، في لاعيبه في الزمالك ولاعيبه في الاسماعيلي وفي لاعيبه في المصري وفي لاعيبه في الاتحاد السكندري افضل كتير من ناس لعبت في التشكيله الاساسيه النهارده. المنظر اللي احنا شفناه ده يخوفنا جدا جدا على المنتخب خلال الفتره القادمه.